انا ليه استرسلت مع الاستاذ ايمن الشريعه رئيس نادي انبي؟ لانه الاهلي بيبحث عن تجربه مشابهه. احنا عندنا ناس ممكن تكون مش اون سبوت، يعني مش يعني انت مش شايفها لا تجربه وناجحه جدا. يعني لما يقول لك انبي 17، يعني التجربه دي اسفرت عن ايه؟ ان بقى عنده 17 لاعب من قطاعاته مش مكلفينه حاجه، دي بتاعته لعبته. يعني بدل ما انت عمال تصرف تصرف تصرف، انت ممكن توصل للمرحله دي في الاهلي والزمالك. فالاهلي اذا هيقدم على زي التجربه، طبعا الناس لما تيجي تتكلم مع الاهلي في الفكره اللي زي دي تسال، يعني او حتى بتوع بروكسي كمان، حتى بتوع بروكسي بقى بيخبوا عشان تتكلم، يبقى كل مرتعش كانك مثلا هتبني الهرم الخامس ولا الثامن ولا العاشر يعني، فيحسسوك كده كانهم يعني اوعى وشك يعني. وهو في الاخر تجربه معموله، يعني عندنا في مصر معموله ام بيعملها وناجحه جدا واصفرت عن حاجات كتيره جدا، وحتى سيراميك عاملها يعني. انما هتمنحك حق الاعتماد على لاعبتك، ودي حاجه ممكن تبقى مهمه جدا 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 بالنسبه تحديدا للانديه الجماهيريه اللي زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري وغيره. قبل ما اطلع الفاصل، النهارده خبر بتاع الـ 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 السيد حسام المندوق، دكتور حسام المندوق امين صندوق نادي الزمالك، واللي المحكمه الحقيقه اخذت حكم يعني عظيم جدا ب الغاء الحكم اللي صدر من الدرجه في القضاء الاداري بالغاء عضويته كامين صندوق لنادي الزمالك او منصبه كامين، بحكم ان هو نائب، وده تعارض مع قانون مجلس النواب ومجلس الشيوخ المجالس البرلمانيه يعني. انما النهارده فوجئنا المحكمه الاداريه العليا، ولما تاخد حكم اصبح الحكم ده خلاص، يعني ده اخر مرحله اخر درجه، يعني ده ما فيش بعديه درجه، اصبح خلاص الحكم ده هو الاصل اللي الناس هتمشي عليه الفتره الجايه، خد بالك. يعني هذا الحكم حكم انا بعتبره مهم جدا، لانه في كتير من النواب كان عندها ازمات، انا واحد منهم يعني، بسبب القصه دي، وكنا احنا شايفين انه الحكم الاولاني مش صح. سيبك من التفاصيل يعني، الحكم ده مسته، حتى سيبك من مسته ان هو هيمنح الحق لكثير من النواب اللي هم يعني خسروا حاجات مناصب وحاجات بتاعتهم، يعني من وجهة نظرهم كان بدون وجه حق، هيعاد ليهم هذا الحق او يقدروا بعد كده يستردوه، او حتى اذا في تجارب جديدة لنواب اخرين يقدروا خلاص يستفيدوا بهذا الحكم. لكن انا في رأيي في الجانب الرياضي هذا حكم وكأنه يرسخ مبدأ إعادة الاستقرار نادي الزمالك، أو استمرار فرض الاستقرار على نادي الزمالك. يعني الحكم ده وكأن المحكمة الإدارية العليا تقول لك وسع يا ابني أنت، وهو بقى ده حكم قضائي أهو لصالح حسام المندوه. أه هيترتب عليه حاجات، وممكن في مجالات أخرى النواب في مجلس النواب أو الشيوخ أو الكلام ده، لكن هذا حكم فرض الاستقرار على مجلس إدارة نادي الزمالك. اللي مخليني مبسوط بهذا الحكم أنه فرض الاستقرار غصب عن أي حد. أي حد بقى عايز يهري يقولك أصل رايح المحكمة، أصل همشي المجلس، هي الانتخابات القايمه الانتخابات النسبيه ولا مطلقه، اصل الاستماره تتلغي كلها ولا المنصب بس، لا تتلغي كلها ودي اللائحه الاسترشاديه، اصل ما اعرفش ايه، اصل خش شهري عشان تطير المجلس ده وتطير مجلس حسين لبيب، اصل خش طير المندوه وتبقى حسام المندوه، ودي بدايه لانك تطير المجلس كله. واحنا بنقول ايه؟ ما صدقنا ان الزمالك استعاد استقراره، ودي حاجة كانت حلم والله العظيم حلم، يعني من كتر ما النادي ده قعد يعاني سنين 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 بقت استقراره حلم. احنا لغاية دلوقتي مش مصدقين ان النادي مستقر بما فيها مجلس الادارة، لدرجة انه اول حاجة قالها الكابتن حسين لبيب في لقائه مع الكابتن محمود الخطيب او في الميديا يعني لما اتكلم، قال لك نحن نعيد صياغة الصورة الذهنية عن نادي الزمالك عند الناس. ده رئيس النادي بيقول كده.
معناه ان الصوره الذهنيه اللي مترسخه عند المتلقي اللي هو الناس سواء جمهور الميديا المحبين اي حد يعني هي صوره متشابكه وبايظه، يعني صوره لا تمثل القدر الحقيقي لنادي الزمالك. الناس بدات تتعامل مع نادي الزمالك انه اي حاجه اي كلام. فقال لك احنا اول حاجه ننطلق منها نعيد الصوره الذهنيه لنادي الزمالك. الصوره الذهنيه دي يعني ايه؟ المكانه بتاعته والقيمه بتاعته ويقدر ازاي وتاريخه ايه وتعاملاته ازاي، ولازم تعاملاته تبقى زي السيف وكلمته تبقى زي السيف، وتقديره للاخرين وتقديره للمنافسه واحترامه هو كده. ده نادي الزمالك، دي الصوره الذهنيه التي تلوثت. فميزه هذا الحكم، وانا هقول لكم الجزء بتاع اللي استند عليه السيد المستشار رئيس المحكمه، يعني استند على قال لك ايه، يعني على خصلكه، يعني قال لك وكان طبعا ده كان الطعن اللي مقدمه الدكتور حسام المندوح على الحكم اللي صدر ضده، فهو قدم طعن في الإدارة العليا. فقال لك وكان البين او الظاهر يعني من اوراق الطعن، الاوراق اللي قدمها الطعن اللي هو الدكتور حسام المحامين بتوعه عضو مجلس النواب في دورته الحالية، أن الدستور المشرع قد أوجب تفرغ عضو مجلس النواب أو الشيوخ طبعا لمهام العضوية طوال مدتها، تفرغ لمهام العضوية طوال مدتها إذا كان من، يعني يوجب التفرغ إذا أنت كنت من هؤلاء اللي احنا هنقولهم دلوقتي من العاملين بالدولة، يعني لك منصب حكومي او في القطاع العام او في قطاع الاعمال العام او في الشركات التي يكون للدولة حق ادارتها، او الدولة بتمتلك 50% فاكثر من اسهمها ايا كان النظام الداخلي اللي بتخضع ليه. حلو، هنا لازم تتفرغ. يعني افرض انا راجل رئيس مجلس اداره شركه حكوميه، اتفرغ اسيب المنصب. انا كنت رئيس تحرير مطبوعه قوميه، سبت المنصب لان انا مش مقتنع ان ده الصح، لان احنا مش مؤسسه، احنا مؤسسه تتبع الهيئه الوطنيه للصحافه وهي هيئه مستقله. انما خلاص احنا على الحكم الاولاني بنتكلم يعني. المهم، ولما كان الطاعن اللي هو الدكتور حسام من غير العاملين في كل هذه الجهات والواردة على سبيل الحصر في المادتين 31 و354 سلبتها الذكر، فمن ثم فإن عضوياته في مجلس النواب لا تحول بينه وبين عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، الأمر الذي يضحي معه قرار اللجنة المؤقتة المرود بها تسير شؤون كذا كذا كذا، وقد جاء متفقا مع أحكام الدستور، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق غير مرجح للإلغاء عند التصدي لموضوع الدعوة، مما ينتفي مع ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وذلك على النحو المبين بالاسباب والزمه المطعون ضد السادس المصروفات. خلاص، يعني احنا لغايه النهارده كنا بنشتغل بالاحكام كانت هي الفرض وبنلتزم بيها كنواب، يعني الان ده خد بالك حكم فاصل في علاقه النواب بجهات كتيره جدا. انما سيبك من، انا بقول لك هذا حكم وكان المحكمه الاداريه العليا بتقول لكل الناس مش ده نائب، وكل الاحكام اللي فاتت بتمنع النواب. لا، القانون يمنع حق النواب ويلزم الجميع فرض الاستقرار على نادي الزمالك. طبعا هو ما كتبش كده القاضي، بس الحكم يشعرني ان كل الاتجاهات بتقول لازم يستقر غصبا عن اي حد. دي فترة لازم نادي الزمالك يستقر فيها. ربك بقى سبحانه وتعالى يعني بيعملها كده، بيعملها غصب. يطلع بقى حد يقول لك والنسبية والمطلقة والانتخابات والصوت والاستمارة، كل ده اتركن على جنب بهذا الحكم. فأنا الحقيقة هذا حكم السيد المستشار الجليل الذي أصدره
هذا حكم عادل عادل ما فيهوش مجامله، لان ده الحق. احنا قبل كده في الاحكام اللي صدرت ضدنا ما كانش صح، ده الصح بحكم يعني، ده بحق ربنا ده الصح. وهذا الحكم يفرض الاستقرار على نادي الزمالك، وده مطلوب الحقيقه خلال الفتره الجايه. وانا كنت من الناس حتى اللي كلمت الدكتور حسام، وحتى على الهواء قلت الزمالك ما بيعيشوش حد بيشتغل يعني. طب يعني كل حد بيشتغل ويجتهد ويحاول يعمل حاجه، تبص تلاقي طلع حاجه كده، لكن الحمد لله اهو بدا يعيش له لما الناس تكاتفت واشتغلت لصالح النادي.